بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي أعزائي على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، أهلا بكم، معكم أيمن إبراهيم في سلسلة دورات فود سيفتي سلامة الغذاء. هنستكمل مع بعض إن شاء الله شرح محاضرة الكودكس، وهنستكمل شابتر 1 الخاص بالجود هيجينيك براكتسز، وهنتكلم النهاردة على السكشن السادس الخاص بالبيرسونال هيجين. في البيرسونال هيجين مهم جدا إن احنا نتأكد إن كل العاملين اللي هم احتكاك مباشر او غير مباشر بالمنتج انهم لازم يبقوا بصحة جيدة، انهم لازم يبقوا على درجة معينة من النظافة الشخصية والالتزام بالاشتراطات الصحية، ان هي سلوكياتهم جوه صالة الانتاج لان سلوكيات صحية، عشان لو ما التزمناش بالكلام ده كله سواء بحالته الصحية او بلبسه ونظافته وسلوكياته هيبقوا مصدر من مصادر التلوث جوه صالة الانتاج، ويؤدي الى ان يبقى عندي منتج غير امن للاستهلاك. عشان كده كل الشركات اللي بتعمل في مجال الصناعات الغذائية لازم عندها سياسات واجراءات تدير حركة الانسان جوه المصنع من ساعة ما بيخش المصنع لغاية ما بيخرج. لازم تتأكد ان كل الناس عندهم وعي بأهمية النظافة الشخصية، فاهمين تبعات تصرفات الغير مسؤولة في النقاط السابقة وتأثيرها على سلامة المنتج وتأثيرها على سمعة الشركة. هنتكلم النهاردة على 5 نقط في النقطة دي، في الموضوع ده هنتكلم على الهيلث ستيتس، هنتكلم على الإلنس والإنجريز، هنتكلم على البيرسونال كلينس، هنتكلم على البيرسونال بيهيفير، وهنتكلم على الفيزيتورز والأذر بيرسونز. اول نقطه الهيلث ستيتس، الحاله الصحيه للعاملين بتوعي. انا المفروض كمؤسسه ببقى حريص ان الناس كلها اللي داخله صحتها كويسه. اي حد عرفت انه كان عنده حاله تسمم غذائي او مريض او شاكك انه يبقى مريض لازم بعزله تماما وما يدخلش عندي صالات الانتاج، ده بيعتبر مصدر عدوى محتمل للمنتجات بتاعتي. النوتيفيكيشن ان انا سواء على شخص مريض او شخص في التيم بتاعي الفريق بتاعي عنده اعراض او كده لازم ابلغ المسؤولين، يبتدي ياخدوا معاهم الاجراءات بحيث يمنعوا دخوله ويتعاملوا معاه بعد كده وفقا للاجراءات اللي عندي والسياسات اللي موجوده. بعد كده عندنا حاجه مهمه اسمها الريكفري بيريود، ان انت بعد ما بتخف بعد ما بتختفي عندك الاعراض بيظل المرض موجود في جسمك وبتنشره لفتره معينه بيسموها كارير حامل للمرض. الفتره دي بتتحدد حسب طبيعه الاصابه وحسب التشخيص، لازم تبقى بعيد عن المصنع وبعيد عن التعامل مع الاكل وزمايلك لغايه ما الفتره دي بتنتهي وفعلا الدكتور بيديك سماح ان انت خلاص بقيت خفيت وغير حامل للمرض ان انت ممكن لا قدر الله تنقله. بعد كده هنتكلم على الالنس والانجريز. الالنس اللي هو ان انت بيجي لك امراض مختلفة بقى لا قدر الله، تسمم غذائي، حد جاله صفرة، حد جاله فيروس سي، ايا كان طبيعة الامراض، برد شديد، اي حاجة. والانجريز هي الاصابات، واحد صباعه اتقطع، واحد حصل له جرح هنا جرح هنا، الكلام ده كله. طبعا الاعراض بشكل عام بتاعت اي مرض بتظهر بالانسان بيبقى شكله مش طبيعي. لو واحد لا قدر الله عنده الصل او عنده الصفرة بيبتدي وشه بيشحب، فيه اعراض معينة. واحد عنده اسهال ايا كان السبب ايه، واحد عنده قيء مستمر، واحد سخن عنده حمى او درجات حرارة مرتفعة، بيترعش من البرد، صوته مش رايح خالص، في التهاب في الحلق، عنده اي اعراض على 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 جلده بقى، اصابات، جرح، في تقيح، في الكلام ده كله، اي بقى افرازات جايه من الانف، من العين، من الاذن، اي حاجات دي كلها على طول لازم اعزله تماما. لو انا عرفت قبل ما يجي طبعا ما بيجيش الشركه اصلا، لو المشرف بتاعه شافه على طول على طول لازم يعزله بشكل تمام ويرجعه تاني ويعرضه على طبيب خارج الشركه. الاصابات بقى زي الجروح وزي القطع في الجلد نتيجه الشغل بقى، السكينه عورته، الكلام ده كله، الحاجات دي كلها لازم بفصله عن الـ عن الـ عن الـ عن المكان، بعالج الجروح بتاعته، بغطيها بشكل جيد.
بحيث بتبقى حاجات دي بتبقى ووتر بروف، لونها بيبقى مميز، بتأكد ان هي مقفولة ومترتبة كويس، الدكتور لسه هو عملها له او التمرجي او الممرضة، بتبقى لونها مميز بحيث لا قدر الله وقعت في الاكل اقدر اميزها، بتبقى فيها زي حاجة كده تبقى ميتال ديتكتور بحيث لو عدت على الجهاز الجهاز بيكتشفها. المهم الشخص ده يفضل ما يخش صالة الانتاج. طب لو يقدر يخش واصابة بسيطة او مش بعيد عن ايده مثلا في دراعه والكلام ده كله او حتى في صباعه، لو ضروري ان انا اخش لازم اتعامل معاها بشكل مهني بحيث احافظ على الجرح في نفس الوقت مبقاش مصدر من مصادر التلوث، ولو وقع في الاكل اقدر اسيطر عليه واقدر اعزل المنتج ده سواء من خلال فيجوال انسبكشن النظر او من خلال جهاز كشف المعدن. بعد كده هنتكلم على النظافة الشخصية. النظافة الشخصية دي من الحاجات المهمة جدا اللي محتاجة وقت وجهد من المؤسسة، ان دي بتتكلم في ثقافة بتغير فكر ناس، ان شغل في المصانع غير البيوت، الاعداد السيئة اللي انت بتعملها في البيت وما يحصلكش حاجة، في الصناعات الدنيا بتختلف وبيحصل عندك في البيت بس انت ما بتاخدش بالك، لكن في الصناعة عشان كل حاجة بتتسجل فالكلام ده مهم جدا. فالنظافة الشخصية مهمة، لبس يبقى عندك لبس نظيف خاص بعملية المصنع، موفرين لك الكفر بتاع الراس الهيرنيتس بيقولوا، الكفر بتاع الشوز او احذية خاصة بالصناعات بتاعتك، لازم تاخد كل الاحتياطات اللي عندك عشان تمنع كروس كونتامينيشن او التلوث العكسي، يعني العمال اللي بيشتغلوا في التجهيز ما يروحوش عند المنتج النهائي، اللي بيشتغلوا في المخلفات ما يقومش محتاجهم في صالة الانتاج تروح مدخلهم صالة الانتاج، الحاجات دي كلها. الناس لازم تغسل ايديها كويس قبل ما تخش صالة الانتاج، بعد ما تتعامل مع الخامات الاولية، قبل ما يبتدي يتعامل مع المنتج النهائي، ولو هو طبيعة شغله محتاج يلبس جوانتي خلاص بلبسه جوانتي، بس لما بيلبس جوانتي لازم اخد احتياطات عشان جوانتي نفسه ميبقاش مصدر التلوث. في ناس بتفتكر الجواند زي الفاير وول زي الانتي فايروس، ادام لابس جوانتي يبقى احط ايدي في اي حته، الجوانتي زي ايدك خلاص، فانت لازم بتغيره بشكل منتظم وما بتحطش ايدك في اي حاجه ممكن تلوث الجوانتي وبالتالي هتلوث المنتج. وسواء ما بتلبس جوانتي او بتلبس جوانتي، عمليه الالتزام بالغسيل وانك تغسل ايدك بشكل منتظم مهم جدا عشان تحافظ على النظافة الشخصية وبالذات ايدك اللي هي بتلامس المنتج في كل حتة. مهم جدا ان احنا نعلم العمال الاوقات اللي يغسلوا فيها ايديهم مبدئيا كده، اول ما بيخش صالة الانتاج وهو خارج من صالة الانتاج بيغسل ايديه، وهو بعد الاكل بعد البريك بعد الحمام بعد التعامل مع شخص مريض اي حاجة، لازم ان الانسان يتعود الاوقات حسب طبعا الهازارد اناليسيس خاصة طبيعة البيزنس بتاعك، بعلمه الاوقات اللي لازم يغسل فيها ايديه كويس، لازم اوفر له الفاسيليتي الحوض المية السخنة المناديل او الهواء السخن، الحنفيات لازم بتتفتح بفوتوسيل، كل الكلام ده كله لازم اوفره له بحيث ميبقاش مصدر من مصادر العدوى. الصابون لازم يبقى موجود طبعا، والمطهر حسب طبيعة الانتاج بوفره له، والمطهر لا يغني عن الصابون، فلازم اوفر له كل الامكانيات مع الوعي والتعليم والمتابعة لغاية ما اتأكد ان ثقافته اتغيرت وفهموا طبيعة البيزنس بتاعنا. بعد كده هنتكلم على البيرسونال بيهيفير، السلوكيات. السلوكيات دي مهمة جدا، ان لازم الانسان يتصرف بشكل صحي في الصناعات الغذائية، ما ينفعش جوه المصنع ليه يشرب سجاير، جايب علبة سجاير حاططها في جيبه، بياكل لبان بصبعه بقى شغال في كل الفتحات الطبيعية، الكلام ده كل السلوكيات السيئة، بيلعب في شعره مش عارف ايه، وبعدين بيمسك المنتج بيعطس على الترابيزة ما بيدايرش وشه، الحاجات دي كلها مش مقبولة عندي، فلازم في وعي بالحاجات دي كلها والمحظورات عندي في الشغل. الناس بتلبس بقى حلقان وخواتم وسلاسل والكلام ده كله، كل الكلام ده ممنوع بيستثنوا ساعات الدبلة الناعمة دبلة الجواز بس، لازم برضو اللي ما فيهاش نقوشات او الكلام ده كله عشان بتتجمع فيها الاوساخ والحاجات دي كلها. يبقى الحاجات دي كلها لازم الانسان سلوكيا
يبقى فاهم طبيعة المكان اللي شغال فيه، فاهم الحساسية، وبالتالي ميبقاش الحاجات دي كلها متبقاش مصدر اذا فيزيكال هازارد او بيولوجيكال هازارد. بعد كده هنتكلم على الزوار الفيزيتورز والناس اللي بيجوا بره، سواء الصيانة، الإدارة، الناس جاية من بره المصنع. الفيزيتورز لازم مفيش استثناء لحد أدام داخل المصنع، لازم بتلتزم باللبس، بالهرنس، بتملى شيت بتقر فيه ان انت ما عندكش اي اصابات في اخر 48 ساعة، ما كنتش مخالط لحد مريض، ما عندكش اي اعراض كذا كذا في اخر 48 ساعة. بتلتزم بقى بالغسيل ايدين، تبقى بعيد لو انت مش هتعقم ايدك، تبقى بعيد عن صالة الانتاج. في ناس بيعملوا ممر كده للفيزيتورز. الصيانة، تهتم بالنظافة بتاعت معداتك، نظافتك الشخصية، بتغسل ايدك كويس، المعدات بتبقى منظفة كويس. لو انت عندك هاي ريسك زون يبقى المعدات في هاي ريسك زون غير اللو ريسك زون، وهكذا. يعني بنديله توعية وتعليم. بعد ما تخلص بتعدي العدة بتاعتك، بتنظف المكان اللي انت شغال فيه، الحاجات دي كلها، يبقى في وعي عام للعاملين الغير المعنيين بالانتاج، وعي عام ليهم. والناس الفيزيتور اللي بره بوعيهم بشكل دوري، يبقى حد دايما معاهم يوجههم، بحيث نضمن ان هم ما يبقوش مصدر من مصادر التلوث. وبكده يبقى احنا انهينا السيشن ال13 معانا، ونشوفكم ان شاء الله في السيشن اللي جاي، وهناخد اول محاضره من الكنترول اوبريشن. اتمنى تكونوا استفدتوا. اي حد ليه سؤال يكتبوا لي في التعليقات وارد له عليه. ونشوفكم على خير. معكم ايمن ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.